أهلا بكم. أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اعتقال الفلسطينيين المشتبه في تنفيذهما عملية إلعاد في أحد الأحراج بمحيط مدينة إلعاد بعد 4 أيام من المطاردة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الأمن اقتادت شابين الفلسطينيين إلى أحد مراكز جهاز الأمن العام الشباك للتحقيق معهما. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إنشاء ما سماه حرسا وطنيا مدنيا لإحباط العمليات المشابهة في المستقبل. ويذكروا أن عملية إلعاد وقعت يوم الخميس الماضي وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وجرح 3 آخرين.